في مكان قافل عليه باب بيخاف يوم يفتح تاني. أسرار بنداري عنها عنين وكل واحد لأسباب ويقول يا ريت لو تنسى. للدرجة دي مش طايق تشوف وشي؟ متن اطمني، أنا جاي أخد حاجتي وماشي على طول. تفتكر صاحبك هيشرب الطعم المرة دي ولا هيعمل بقى ناصح ويعيش في الدور؟ ومن النهاردة مفيش بني آدم على وجه الأرض هيقول لحازم هنداوي يعمل إيه وما يعملش إيه. أوعي ترجع على هنا، إبراهيم الحيوان بلغ البوليس وبيدوروا عليكي. يا أخي أنا اقتنعتها تسافر معانا تغير جو وتهدي أعصابها شوية. أنا خلاص مضيت عقد الشقة. انت عارف ريتوس عايزة تدخل حياتنا وتدمرها وتفكك العيلة كلها. اياد بوس ايدك اللي وين ابني طمني عليه. ايوه يا برم مالكش دعوة بمهمة السؤال، والله العظيم هعمل لك كل اللي انت عايزه. بس للاسف بقى دراعك اليمين مقطوع وهو اللي مدمرنا كلنا. مرات مين؟ يا سماح احنا عايشين في الدنيا دي مش طالبين غير رضا ربنا. انا هاخد اللي انا عايزه برضاكي او من غير رضاكي. العلم لو حاولت تبلغي البوليس مش هتشوف ابنك ده تاني طول عمرك. انا رايحه عند اخويا عند ست ميرفت. ايوه يعني حضرتك ما ينفعش تديني رقم الغرفه؟ انا اسف يا فندم والله ولا رقم الغرفه ولا اقدر اسمح لحضرتك انك تطلع لها لان حضرتك مش نازله عندنا. ايوه يا فندم بس انا جوزها حضرتك فاهم ولا؟ طيب حضرتك يا فندم بطاقتك مثبت فيها ان هي مدام حضرتك؟ والله مش عايزه اطلع اتغدى بجد اموت من الجوع. حازم انت مين يا بني ادم انت؟ انا جوزها اروح اقول له. اقسم بالله ما هسيبك يا حيوان. اخرس يالا. وحياة امك هندمك على اليوم اللي اتولدت فيه. ولا انا هندمك على اليوم اللي اتولدت فيه. وريني هتعمل ايه يا روح
لو انت حلو يعني. حازم شويه يا اخي اوعى خل اهدى ايه وزفت ايه اقسم بالله انا اخليهم هم الاثنين عبره ولاد 60 كلب دول يا حازم اهدى بقى شويه بقول لك مفيش اي حاجه من اللي في دماغك دي حصلت جرى يا دكتور خل هو انت جايب مرات اخوك هنا تهدلها اعصابها ولا تتصرمح مع رجاله ولا ايه بالظبط ايه ده يا حازم ده انت اتجننت انت فاهم انت بتقول على اخوك ايه اه فاهم ايه يا حازم في ايه انت العصبيه لحست لك دماغك ولا ايه ماشي يا حازم انت عندك حق حواريك اخوك الكبير هيتصرف ازاي وانا لسه استناك لما تتصرف اياك ايه يا ابني ايه حد يقول لاخوك كده؟ مين؟ تحت انا خالد انت لوحدك يا خالد؟ ايوه مالك انا لوحدي تحت ادي بقى شوية ايدي انا عايز افهم انا مش النهارده على البحر قلت لك ما ينفعش اللي بتعمليه ده ولازم تفكري بعقلك شوية تعالي هو اخوك خلى فيها عقل ما ينفعش كده يا فاطمه لازم تهدي شويه عشان نعرف نحل المشكله لا انا مش هحل مشاكل انا عايزه اتطلق انت اتجننتي ولا ايه طلقي انت عايزه تطلبي من حازم الطلاق عشان يقول ان بينك وبين ايهاب علاقه علاقه ايه اللي بيني وبين ايهاب ايهاب ده خطيب يارا يا حبيبتي هو مش هيصدق اي حاجه تتقال دلوقتي ما تهدي يا اخي عشان تفكر صح اتفضل اقعد وانا لسه هقعد رايح فين يا ابني رايح فين يا ابني انت طبعا ما هو له حق يبيع ويشتري فيا انا ماليش حد لا ليا اب ولا ليا اخ لا بقول لك يا فاطمه انت كده بتغلطي فيا انا هنا كبيركم كلكم اه طبعا انت لو الكبير فعلا كانت عملت لك اعتبار لكن الهانم بقى بلاش كبير انت ايه اللي جابك هنا امشي اطلع بره مين ده اللي يطلع بره يا حازم بس تعالى 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 يا بنت الكلب يا بنت الكلب شفت البجاحه اللي هي فيها طب ايه رايكم بقى ان انا هجيبها من شعرها وهنزل بيها مصر دلوقتي حالا تنزل بيها فين يا ابني انت مجنون احنا مطبقين من امبارح مش فارق معايا يا اخي يا عم بقى يا عم اسكت شويه انت عايز ايه ما انت مسكت الواد رنيته على قدام الناس كلها عايز ايه اكتر من كده لا والله وانت فاكرني كده خلصت يعني انت فاهم انت معاه تعال تعال نطلع في الهوا شويه مش طالع في حته تعال يا حازم تعال ياد ما تبقاش عبيط. ده ازاي اصلا عايز تسوق انت في الحاله دي؟ عشان تفضلوا بقى تتخانقوا طول الطريق وتعمل لنا مصيبه تانيه؟ اهدى ونام كده والصباح رباح. خد يا حازم اشرب الكافي مش هشرب زفت يا حازم خلاص هنعمل اللي انت عايزه اشرب دي عشان تعرف تسوق اشرب ترى انت ما بتردش ليه يا حازم؟ أنا بقى مش نازلة مصر يا خال بقول لك يا فاطمة أنا كلامي يتسمع أنا مش ناقص جنان ولا فضايح هننزل مصر يعني هننزل مصر بقول لك مش نازلة مصر وحازم ده أنا مش هتعامل معاه تاني والتعامل معاه هيبقى عن طريق المحامي بتاعي حازم معذور يا فاطمة ده راجل يا حبيبتي تخيلي نفسك كده مثلا إنك راجل واحد مراته سافرت من غير ما تقوله لا وكمان جه لقاها بتهزر مع واحد تاني حازم ما يعملش كده يا فاطمه الا لو كان بيحبك وبيغير عليك اهدي بقى شويه بيحبني حازم ده ما بيعرفش يحب حد خالص حازم ده بيحب نفسه وبس خلصتي خلاص قلتي كل الكلام اللي عندك اتفضلوا يلا وضبوا شراتكم عشان هننزل مصر
مالك في ايه؟ هو حازم فين؟ لا ما جاش النهارده. بعدين بقى اصل انا عمال اكلمه على التليفون وما بيردش. على فكره بقى انا حاسه ان في حاجه، لان مدام فريده متعصبه قوي النهارده ومتخانق مع دبان وشها وقاعده مع ياسين اخوك جوه بقى اكتر من ساعه. اهلا. وبعدين بقى هو في ايه؟ حضرتك كده شكل الموضوع كبير قوي. شفت اللي انا فيه يا ياسين؟ والله يا مدام فريده ربنا يكون في عوني. انا اللي قلقني تهور حازم. في الحقيقه هو ما كانش ينفع حضرتك انك تسيبيه يسافر. لا انا ما سبتهوش يسافر غير لما وعدني انه مش هتوه، وسافرت معاه اشرف. انا بس اللي هيجنني وموترني اني بكلمه في التليفون محدش بيرد. طيب مش احتمال يكون وصل بدري ودخلوا يناموا مثلا؟ ربنا يستر. ان شاء الله خير. انت عملت فيه ايه؟ اديته منوم. عينيه مش رايحه حلوين. كويس انك عملت كده. ما كانش ليه حل تاني المجنون ده. كان زمانه عامل لنا جريمه النهارده. بس بقول لك يا اشرف، احنا لازم ننزل مصر قبل ما يفوق. حازم لو فاق هنا الموضوع هيكبر ومحدش هيعرف يلمه. خالد حرام عليك، ده انا لسه جاي. ده لا نمت ولا اكلت ولا عملت اي حاجه. اصلا كنت داخل الاوتيل بحلم بالسرير. خلاص يا سيدي، هاخد حازم وملك وفاطمه وننزل على مصر. وانت بحصلنا بكره. تنزلوا مصر ازاي؟ هاجر ليموزين هاخد فيها حازم، وعربيتي هخلي ملك تسوق وتاخد معاها فاطمه. طب وحازم هيسافر ازاي وهو كده؟ يا ابني ما هو لازم يسافر قبل ما يفوق. بقول لك لو فاق بقى في العربيه ولا في مصر هبقى اتصرف ساعتها. الفار عايز يوصل لجبنته عشان ياكلها. برافو. كملها ازاي؟ ايوه صح كده. اللي بعدها النحله عايزه توصل لبيتها. السلام عليكم. عليكم السلام. مدام ايمان عبد السلام. ايوه انا. عايزين حضرتك بعد اذنك توقعي لنا هنا لو سمحت. ايه ده؟ ده توقيع باستلام اعلام من المحكمه. من المحكمه ليا انا؟ ايوه يا فندم. طريق حضرتك الاستاذ خالد هنداوي عامل دعوه انكار نسب. ايه؟ اسمعي يا مرفت، انا قررت ان انا اختفي لفتره، مش هقدر اجي ازورك حتى في الشقه الجديده. عندك حق يا حبيبتي. أنا حاسة إن إبراهيم مش هيسكت، ممكن يبلغ البوليس. البوليس هيدور عليا في كل حتة وممكن يقبض عليا في أي وقت. بعد الشر عليكي، ما تقوليش كده. مين؟ يا مرفت أنا عارف إن في ناس معاكي. إبراهيم. إبراهيم. يا مرفت أنا إبراهيم. أعمل إيه؟ افتحي له. ازاي؟ افتحي له. افتحي له يا بنتي. افتحي. هي فين؟ ايه يا خالد ما بتردش عليا ليه؟ معلش يا ماما، كنت بحل مشكلة حازم وفاطمة. حرام عليك، نشفت دمي. قولي ايه الاخبار؟ يا حبيبتي احنا راجعين في الطريق. راجعين. حازم معاك؟ اجرت عربيه ليموزين وحازم معايا. طب وفاطمه؟ فاطمه مع ملك في عربيتي وماشيين معانا على الطريق. اسمع ابراهيم. اسمع ابراهيم، اسمعني كويس قوي. انا ممكن اقطعك حته حته وارميك في البن واحط عليك بوتاسيوم وتتحلل خالص وما يبقاش لك اثر في الوجود. انت فاهم ولا لا؟ انت هتمضي لي على وصل الامانه ده دلوقتي، وحسك عينك يلا تتعرض لي ولا تتعرض لولادي احسن. وقسما بالله العلي العظيم
هيكون تمنها حياتك. بقولك ايه يالا، انا قدام البوليس والناس ميتة، يعني مش هتحاكم يالا، انت فاهم ولا لا؟ امضي يالا، امضي امضي يالا. بس انت النهاردة احسن بكتير قوي يا ماما. الحمد لله يا حبيبي. ان شاء الله ان شاء الله ربنا يتم شفاك كده على خير وتخرج لنا بألف ألف ألف سلامة. الله يسلمك يا حبيبي. مساء الخير. مساء الخير. ممكن معلش بس نتفضل بره 5 دقايق عشان اغير المريضة؟ اه طبعا. راجعي لك يا ست الكل. كنت قاعد بتاع ساعة النهاردة مع فريدة، هو في ايه يا ياسين؟ هو انت مش واخد بالك ان انا كنت اجازة بقالي فترة طويلة؟ طبيعي ان احنا قاعدين بنتكلم في الشغل. قول له يا حسام، هو انت جبت فلوس عملية ماما منين؟ يو بقى يا ياسين، انت مش ليك ان ماما بقت كويسة؟ مش فاهم. مش فاهم ايه؟ امك بقت كويسة، يعني من الاخر كده الفلوس دي حلال. بقول لك ايه، في شحنه ترامادول جايه لي وعايزك تساعدني ان احنا نصرفها. سهل، وانا كمان جاي لي شحنه طبيه. وانا مالي؟ هو ايه اللي انت مالك يا ابني؟ انا عندي فكره بنت كلب جباره هتاكلنا دهب. فكره ايه بقى دي؟ ان شاء الله الترامادول اللي جاي لك هنحطه على الابيض اللي جاي، كده الكميه هتزيد والمكسب هيزيد. يا ابني انت عايز الناس تموت وتودينا في داهيه؟ يا ابني تموت ليه؟ انت مش دكتور؟ لازمته ايه البلطو ده؟ هتحط الكميه بقى وتظبطها ان هي ما تموتش. فتح مخك معايا يا صاحبي. شكلنا كده ظلمنا عمرو. بصي بصراحة، هو أنا ما بقتش عارفة بعد الكمين اللي احنا عملناه له ده، ما بقاش عندي دليل ضده خالص. أكيد يا بنتي طبعا. بقولك يا رنا، كان في حاجة كده كنت مترددة إني أقولك عليها. مالك يا بنت؟ أنت في حاجة مخبيها عليا؟ حاجة تخص باباكي. بابي؟ ماله؟ كان في صور كنت عايزة أوريها لك. صور إيه؟ انت خلاص رغبتك في الانتقام حولتك لمجرم رسمي. مجرم ده ايه؟ انا برجع حقنا ومنتاخد مننا بالعافيه. وهو عشان اتاخد بالعافيه نرجعه بالسرقه بالنصب بالخط. طب انت عندك طريقه تانية؟ على فكره ياسين، لو عندك طريقه تانية قول لي عليها وانا اعملها من دلوقتي. انت اللي بتبرر نفسك تصرفاتك الزباله الشمال اللي انت بتعملها دي. بقول لك ايه، انت اللي مثالي زياده عن اللزوم. ما اما احنا نعيش اقوياء يا ضعفاء وتابعين وخلاص بقى. لا لا، عيش قوي. يوسف، يوسف اشرب يا حبيبي، اشرب. حاضر. مين؟ حمد لله على السلامة. اهلا يا ولاد. ايه في ايه؟ مالك قلب وشك كده ليه؟ ايه اللي حصل؟ انت زعلتها ولا ايه؟ والله اسالي بنتك بقى، كانت بتعمل ايه ومع مين؟ حازم ما ينفعش الكلام ده، احنا عايزين نحل الموضوع بهدوء عشان تعرفوا تكملوا مع بعض. وانا مش عايز اكمل يا عم. ايه اللي بتقوله ده يا حازم؟ تعال تعال يا مايا المكتب، تعال اقعدي فهميني ايه اللي حصل. الحمد لله على السلامة يا جو، دوختي لي عليك يا راجل. والله أنا ما عارفة كيف بدي أشكر حضرتك. ولا شكر ولا حاجة، ده واجبنا يا فندم. معلش يا فندم، إحنا تعبنا حضرتك معانا كتير يعني. يا سيدي تحت أمرك. بقول لك إيه يا مدام ياسمين، الولد ده ممنوع يخرج لوحده بعد كده خالص. أكيد اطمن، راح أحطه بعيوني. لا ما تقلقش يا فندم، يوسف بعد كده هيبقى في عهدتي أنا. تعالى يوسف قول لي. الحمد لله على السلامة. تعالى اقعد هنا. كده هيبقى في عهدتي انا. والله انا مش فاهمك يا ماما،
بعد كل اللي سمعتيه ده برضه زعلانه مني انا؟ طبعا ابقى زعلانه منك لما تطلع عيل ومش راجل. انا مش راجل؟ طبعا. اللي ما فيش بواده يبقى ايه؟ قول انت. انت عايزاني اعمل ايه؟ اشوف مراتي واقفه مع واحد عماله تهزر وتضحك معايا واسيبها؟ لا يا استاذ يا متعلم ومتحضر، كنت خدتها من ايديها وطلعتوا على اوضتكم والوحده اعمل فيها اللي انت عاوزه. كرامه الست من كرامه الراجل، ازاي تعمل فيها اللي عملته ده قدام الناس؟ الناس تقول عليكم ايه؟ هتقول عليكم انتوا الاثنين معزقين. بصراحه بقى ما قدرتش امسك نفسي. ولما انت بتحبها قوي كده ايه لازمه اللي انت عملته ده كله؟ احب مين ان شاء الله؟ انا كل اللي فارق معايا كرامتي على فكره. والنبي ايه؟ ايه الاخبار؟ اروح يا خالد، سيبنا مع بعض شوي. حاضر يا ماما. انا عايزك دلوقتي تطلع لمراتك وتعتذر لها. اعتذر لمين؟ الاعتذار عند الغلط من شيء من الرجال ده ما بيقللش منك. طب وبالنسبة ليها هي بقى مش هتعتذر ولا ايه؟ انا هخليها تعتذر لك، ولو ما كنتش عملت اللي انت عملته ده انا كنت عرفت اجيب لك حقك منها كويس قوي. ليه ان شاء الله يا ماما؟ وانا عيل صغير ما اعرفش اجيب حقي ولا ايه؟ ايوه ما تعرفش وبتغلط وتجيب اللوم على نفسك. يلا بقى. لا يلا. لا ما انت سايبه اللي انت عملتيه ومسكاني في رد فعله؟ وانت بتقولي ايه؟ طبعا ملهاين لما تسيب بيت جوزها وتسافر من غير اذنه ولما يسافر وراها يلاقيها بتضحك مع راجل غريب، انت متخيله ايه؟ يقعد يضحك معاكوا ولا يعزمكوا على العشاء فوق ايه؟ راجل ايه؟ ده ايهاب. انا وهو كنا ماشيين مع بعض في اللوبي وحازم وملك ورانا وبقيه الناس كلها اصلا كانت ماشيه ورانا، يعني انا ما كنتش معاه لوحدي. اهو حظك ليه اسود بقى، لقاكي انت وايهاب ماشيين، الدم ضرب في دماغه عادي. يا سلام عادي. يمسكني يضربني قدام كل الناس عادي، بعد كده أي حاجة بقى تضايقوا مني عادي، اتفضل يا حبيبي اضربني، واتبهدل أنا قدام الناس كلها. هو ده اللي أنت فالحة فيه، الشقورة والنقرة وقلة الأدب، وأنت حمارة ومش فاهمة حاجة أصلاً. أسره لازم تعتذري لجوزك. وأنت فاكراني عيل سيس من بتوع اليومين دول؟ أشوف مراتي واقفة عمالة تهزر وتضحك مع واحد وأسيبها يعني ولا إيه؟ يا ابني افهم أنا بقول إيه؟ الواحد لازم يفهم ويستفسر. ويعرف ده مين وايه ملابسات الموقف، ولو لقى ان مراته بتخونه خلاص ساعتها يضربها بالجزمه. لكن الولد ده ابن اعز صديقه ليا في حياتي، انا مش عارفه اوري وشي ازاي لنجوى بعد اللي عملته في ابنها. انت اللي مكسوفه منها؟ المفروض هي اللي تتكسف ان هي مخلفه واد زي ده اصلا. يا سلام، كنت عايزه يعمل ايه يعني؟ يلاقي واحد داخل عليه وبيضربه يفضل ساكت ويقول لك اضربني كمان؟ والنبي ده ضابط بوليس. اللي انت عملته ده جنايه. انا مش فارق معايا هو مين، ما دام غلطان يتضرب. ليه؟ عايش في بلد ابوك تضرب ده وتشاكس ده؟ فوق بقى شويه فوق. بص يا ماما، انا طول عمري رد فعل مش فعل، اللي هيأذيني هأذيه. عازب يا حبيبي اهدى شويه، انت لازم تغير من نفسك. اكتر واحد خسران من اللي انت فيه هو حازم هنداوي. انا عايز اسالك سؤال ورد عليا بصراحه. سالي، انت سعيد في حياتك؟ قصدك ايه؟ سؤالي واضح جدا، انت سعيد في حياتك ومبسوط في عيشتك؟ لا. شفت بقى؟ لان حازم هنداوي هو اللي بيجني على حازم هنداوي. حازم هنداوي اللي ربنا اداله كل حاجه، اداله مال وشباب وشكل حلو ومركز كبير وعيله كبيره كل حاجه، بس حازم هنداوي مش سعيد لان حازم بيدمر حازم. انا مش سعيد بسببكم انتوا. يا سلام، يعني احنا السبب في تعاستك؟ انت دايما تجيب الغلط علينا، عمرك ما بتجيب الغلط على نفسك ابدا، مفيش فايده فيك. خلاص يا ماما، انت عايزين اعمل ايه دلوقتي؟ اطلع واعتذر لها. يلا بلاش عند، واطلع. يلا اطلع. فاهمه ولا لا؟ تعالى يا حازم عشان تعتذر لمراتك. حازم هيعتذر لك عشان اللي عمله قدام الناس، وانت كمان لازم تعتذري له.
لانك سافرتي من غير اذنه. عين العقل يا فريده، انتوا لازم تعتذروا لبعض، انتوا الاثنين غلطتوا. يلا تعالي حبيبتي، تعالي معايا بقى وخليهم يصفوا مع بعض. عشان خاطر امي بس اعديها فاطمه. مش فاهم قلب وشك طول الطريق ليه؟ وبعدين ايه اللي مخليك مقلق كده يعني؟ الموضوع سهل يا دكتور. انت هتستهبل يا روح امك؟ هتستهبل؟ انت مش عارف لو اتمسكت هيحصل فيا ايه؟ ايه اللي هيحصل يعني؟ انا مش فاهمك. في حد يبقى ابوه اكبر محامي في البلد ويخاف يتحبس؟ انت مجنون يالا. انت اللي مجنون. انت فاكر ابويا ده ايه؟ ساحر؟ ولا هو ولا غيره يعرف يعمل حاجه؟ لا بقول لك ايه، مفيش حاجه عند المحامين الكبار دول اسمها ملهاش حل. اكبر ما فيها ايه اللي هيحصل يعني؟ هيجيب حد يشيل الليله. طبعا طبعا، ما انت مش في الموضوع، لكن انا اللي شايل الطين كله. عمور حبيبي قلب بابا، متتعبنيش، انت حبيبي. انت بتغني عليا انا نبيل؟ ما اقدرش. بص قلب الموضوع ده كويس في دماغك، وصدق بلبل هناكل الشاهد يالا، والله هناكله. شيطان، اقسم بالله شيطان. بص انا همشي دلوقتي، ولما نتقابل بالليل هتقول لي رايك. يلا غرفه 60 داهيه. قلبي والله العظيم يا جماعه الرحله كانت تحفه، الواحد انبسط كده وحس بطاقة إيجابية. فعلا والله يا يارا معاك حق، لولا بس الخناقة بتاعت الأرخ ده كان زمان ما فيش أي حاجة ضايقتنا في الرحلة دي خالص، بس في الآخر برضه إحنا عرفنا نفرفشه. وبعدين يا عم طارق أنا مش عايز السيرة دي خالص، الموضوع ده بيحرق دم بجد. وبعدين الواد على فكرة أنا أعلمه الأدب. ما خلاص بقى يا حضرة الظابط، تيك إت إيزي، الموضوع كان سوء تفاهم وخلصنا منه. دور معاه حق يا إيهاب. أنت مكبر الموضوع قوي يا عم. في إيه؟ ما تنسى، انسى. بس أنت عارف يا طارق، أنا متضايقة قوي إن الأجازة خلصت، بس إحنا لازم نلاقي أي فرصة قريبة ونتجمع ونيجي تاني. فعلاً الأوقات الحلوة بتعدي بسرعة، بس برضه لازم لما نلاقي حد ما ترباش نربيه. في إيه يا هيب؟ أنت مالك واخد الموضوع بحساسية زيادة كده ليه؟ على فكرة أنا دماغي كده هتروح لبعيد وهفكر في حاجات تانية خالص. ستي لا بعيد ولا قريب. الواد ده أهني وأنا ما ردتش عليه. وبعدين ما ينفعش أبقى ظابط ويجي حته عيل زي ده يعلم عليا. يا عم ايهاب، كام ساعه اللي فاضل لنا بقى في الرحله دي هنقضيها في الكلام ده وفي الهري ده؟ مش هينفع يا جماعه كده. بقول لكم ايه، هتيجوا نخلص المشاريب ونقوم نتمشى شويه كده ونغير جو. يلا يلا بينا بقى. خالد حبيبي انا عايزك تعالى بس. خير يا ماما؟ في حاجه حبيبي؟ انا مش عايزك تزعل مني في اللي عملته امبارح. انا عملت كده مخصوص علشان حازم يهدى شوي ويبطل نغمه بقى ان انا مفضلك عليه زي ما انت عارف. ما تقلقيش يا ماما، أنا مش عايز صغير، أنا عارف كويس قوي حضرتك اتصرفت كده ليه. الحمد لله. والله يا خالد أنا ما عارفة أعمل إيه مع حازم. أنا عملت معاه كل حاجة. عملته بالشدة مرة، وبالعقل وبالهدوء مرة، وهو دماغه متركبة شمال، كل اللي في دماغه إن إحنا كلنا ضده وبنضطهده، وإن محدش حاسس بيه ولا قادر يفهمه. يا ماما يا حبيبتي، حازم باني حوالين نفسه حيطة وممنوع أي حد يقرب له. يعني إيه مش فاهم؟ يعني حازم بيكذب الكذبة ويصدقها. هو عايز يبرر لنفسه كل تصرفاته الغلط، فيبررها يقول لك أنا غلطت علشان أنتوا بتضطهدوه، بس كده. بس برضه إحنا غلطانين. إحنا كان لازم نعالج الموضوع ده من الأول. ما نسيبوش كده زي كرة التلج عمالة تكبر 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 وإحنا قاعدين نتفرج عليه. يا حبيبتي صدقيني، إحنا ما كانش في إيدينا أي حاجة تانية نعملها. وبعدين من ضمن العيوب الخطيرة جدا اللي عند حازم إنه ما بيسمعش لحد. حضرتك تقولي له أي حاجة ما بيسمعهاش، اللي في دماغه بس هو اللي صح، وحتى لو قال لك حاضر يا ماما هعمل كده بيلف من وراك ويعمل اللي في دماغه. ما كانش كده ابدا وهو صغير. عندك حق.
بس حضرتك عارفه ان من يوم بابا الله يرحمه ما توفى حازم اتغير، بقى بني ادم تاني خالص محدش فينا فاهمه ولا عارفه. اسمحي لي يا ماما، معلش ممكن نكمل كلامنا بعدين لان ملك مستنياني بره في العربيه. ايوه ملك، انا كمان علاقه ملك بفاطمه موتراني شويه. مالهم دول كمان؟ يعني حاسه ان العلاقه بينهم مش مظبوطه. عندك حق. لا وملك مش قد فاطمه خالص. لا بيتهيألك ملك كمان مش سهله. ليه يا ماما بتقولي كده؟ ده ملك غلبانه جدا. والنبي ده انت اللي غلبان. بقول لك ايه، ما تاخدش كل حاجه بحساسيه بقى وتتلكك عشان تزعل. لا يا حبيبتي انا ما اقدرش طبعا ازعل منك ابدا، بس ممكن حضرتك تفهميني ليه بتقولي كده على ملك؟ انت مش ملاحظ انها من ساعه ما جت البيت هنا والمصايب نازله على دماغنا دي شخصيه غامضه جدا، وخصوصا بعد ما اكتشفت بقى علاقتها بالولد اللي اسمه اياد. حقيقي انا قرفت منها. لا اسمحي لي يا ماما، الواد اياد ده طلع من اقذر الشخصيات اللي ممكن تقابليها في حياتك. ده ادعى بقى اني اشك فيها. قصدك ايه؟ قصدي ان ارتباطها بواحد بالاخلاق دي ادانه ليها. يا حبيبتي وهي كانت هتعرف منين ان اخلاقه كده اذا كان انا نفسي اتخدعت فيه سنين؟ يا سلام، وطول فتره الخطوبه ما طلبش منها حاجه غلط؟ قدرنا ونصبنا نعيش على ذكرايا.